مرحبا بكم متابعينا في قناة كاليفورنيوم. انتشرت تقارير غير مؤكدة عن طيار مقاتل أوكراني ماهر، حيث أطلق مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي عليه لقب شبح كييف. من المفترض أنه أسقط ما يصل إلى 6 طائرات روسية خلال 24 ساعة الأولى من القتال بحسب الروايات الأوكرانية، قبل أن يصبح الطيار الذي يقود مقاتلات من الطراز ميغ 29 فالكروم بطلا شعبيا على مواقع التواصل الاجتماعي. ويمكن للطائرة الميغ 29 حمل 6 صواريخ جو جو كحد أقصى، بالإضافة إلى 150 طلقة من الداخلة 30 ملم، كما يوفر نطاقها المحدود وقتا قصيرا نسبيا لإجراء المناورات، لا سيما تلك التي تكون على مستوى منخفض، وفقا لأحد المنشورات التي تم تداولها على نطاق واسع. من المفترض أن شبح كييف أسقط 4 طائرات مقاتلة روسية، طائرتان سو 35 فلانكر، وواحدة سو 27 فلانكر، وواحدة ميك 29 فالكروم، بالإضافة إلى طائرتين الهجوم الأرضي أو ما يسمى سو 25. ومما زاد من إرباك المشهد هو تأكيدات من السفير الأوكراني لدى الاتحاد الأوروبي لهذه القصة التي تبدو أقرب للخيال من الحقيقة. وكتب السفير الأوكراني ميكولا توتشيسكي في تغريدته: حقق طيار مقاتلة الأوكراني 6 انتصارات في يوم واحد في معارك جوية مع الروس، أطلق عليه لقب الشبح كييف، وأردف قائلا أنه مثال آخر على استعداد الشعب الأوكراني للمقاومة، يجب أن يساعد العالم المتحضر في حماية حريتنا. كما أشارت وزارة الدفاع الأوكرانية لهذه القصة بشكل غير مباشر دون أن تؤكدها أو تنفيها، مما ساهم في تغذية أسطورة شبح كييف. ولا تزال التقارير غير مؤكدة من قبل المسؤولين الأوكرانيين، حيث من المحتمل جدا أن تكون الشائعات خاطئة بحسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، مشيرة إلى أنه لا تزال الحرب مليئة بالمعلومات الخاطئة والدعاية. وقالت أن هذا الفيديو تم إنشاؤه من خلال لعبة فيديو مخصصة لمحاكاة الطيران الحربي. وبغض النظر يبدو أن الشبح كييف قد لبى حاجة ما بحسب الصحيفة، حيث جادل الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي بأن أسطورة الطيران المقاتل كانت مفيدة في حد ذاتها. وقال أحد المعلقين على هذا الجدال بمواقع التواصل الاجتماعي: سواء كان ذلك صحيحا أم لا، هذا بالضبط نوع قصة ملهمة التي تحتاجها المقاومة الآن.